للوهلة الأولى يخيل إليك بأنك تشاهد عرضاً للأزياء في باريس عاصمة الموضة والفاشن شو، ولكن ما أن تمعن النظر جيداً ستدرك أنك تشاهد عرضاً فريداً من نوعه للأزياء ومختلفاً في البصرة، أقامته وكالة البصرة للأزياء، وهو مشروع لمجموعة شباب في هذا المجال. أقيم العرض في شركة الحبوب في سايلو البصرة، وهي بناية العمارة الوحشية التي بنيت سنة 1955، كانت مهملة متروكة. أعطت الكتل الكونكريتية في المكان، أعطت للعرض الروح التي يحتاجها، علما أن كل منظمي ومصممي وعارضي الأزياء وفعاليات الوكالة هم من شباب البصرة والعراق الواعدين. تركز وكالة البصرة من بين كثير من الأمور الأخرى على إعادة تقديم الملابس المستخدمة مسبقاً بتصاميم مختلفة وعصرية مودرن وبأنماط إبداعية، وذلك في مواكبة الخطاب العالمي المعاصر في التصدي للتلوث البيئي وإعادة التفكير بالأوجه الممكنة لاستغلال الحاجات التي تهدد سلامة البيئة والمناخ. هناك عروض أزياء كثيرة نظمت في البصرة، هذه ليست الأولى طبعاً ولن تكون الأخيرة بالتأكيد، ففي عام 1958 أقيم عرضاً للأزياء، مما يؤكد ارتباط شباب البصرة بمواكبة الموضة والستايل منذ الخمسينيات من القرن الماضي.
أيضا هناك تعليقات وآراء مختلفة كتبت حول قصة عرض الأزياء في البصرة وردود أفعال مكتوبة، أيضا التقينا لكم نماذج من تلك التعليقات. نبدأ من محمد يقول في تعليق له كتبه على المنصات، وهنا تعليق محمد: آن اللي عرفه العالم تهتم بالخدمات أول مرة وتبلط الشوارع ومياه الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية، يلا تسوي هاي السوالف. هناك أيضا مداخلة من زينب: ما قدروا عليكم داعش، أو ما قدروا عليكم داعش وبالحروب، عم بيحاولوا يفككوا المجتمع العراقي والقيم بالمجتمع، وهيدي حرب عليكم، الله يحفظ هالبلد من شر الشياطين. هناك أيضا مداخلة من جاردينيا: التصوير اشرد، أحلى تصوير، فن وجمال، والله من شفته بالبداية قلت مستحيل هاي مو بالبصرة، عبالك بباريس، هالمرة صدق عرض أزياء حلو والعارضين حلوين ومرتبين. ماذا يقول علاء في تعليقه: عمي البصرة عالمية وشبابها أحلى شباب، يبدعون بكل شيء، الحمد لله جماعة القدسية هالمرة ماكو وما اعترضوا، وخلوا الناس تعيش وتتونس ونصير مثل كل الدول. أيضا هنا تعليق من باقر يقول: أول مرة من شفت تصورت العرض مو بالبصرة، يا عمي ملامح وجوه العارضين والمشية والموسيقى والمكان والتصوير احترافي، عاشوا يستاهلون، هذا صدق فن حقيقي وجميل. أزهار هاشم تقول: روعة، فخورة بهكذا مبادرات للشباب العراقي، العرض، الإضاءة، الموسيقى، التصوير، كل عالمي، يا ريت خير وتبني وأروح معك.